حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الحقيقة كل واحد منا يبحث عن السعادة، ولكن المفاجأة أن السعادة ليست بالمال أو بكثرة المال، وليست بكثرة النساء، وليست بالسلطة ولا الشهرة. كل هذه ليست أسباب للسعادة أيها الأحبة. هناك دراسة عالمية كبرى اعتمدت على مراجعة 148 دراسة مختلفة حول العلاقات الاجتماعية وتأثيرها على طول العمر. محصلة هذه الدراسات وجدت أن من يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية ولديهم أصدقاء من النوع الجيد، يعني ارتفعت بينهم احتمالات طول العمر بواقع 50% طول العمر. إذن الصداقة مهمة للصحة العامة، مهمة لتنشيط النظام المناعي، أن يكون لديك صاحب أو مجموعة من الأصدقاء الأوفياء الذين تثق بهم، تتحدث معهم إلى آخره. طبعا أيها الأحبة، الدراسة كشفت أن الصداقة الحقيقية التي فيها وفاء وفيها صدق تعتبر مصدرا هاما من مصادر السعادة الحقيقية. وهذه الصداقة لا تهم، لا تقل أهمية عن السعادة التي تولدها الحياة العائلية، وتزداد أهمية الصداقة مع تقدم العمر. يعني كلما تقدم العمر يحتاج الإنسان لصديق أكثر. لذلك أنا قبل أن أكمل أيها الأحبة، لدي آية عظيمة تأمرنا أن نصاحب الأبوين في حالة الكبر. قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما، أي الأب والأم يعني الوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. إذن الله هنا حريص على إسعاد الوالدين، إسعاد الأبوين، فأمر الأبناء أو أمرك أيها الشاب أن تقدم السعادة لأبويك من خلال أن تكون صديقا لهما، تواسي هذا الأب، تتحدث معه، تحكي له يعني القصص، تحكي له بعض الأحداث، تنظر ماذا يحتاج، صحبة، أن تقوم بصحبة أبويك، وصاحبهما في الدنيا معروفة. طيب هنا أنا لدي ملمح أيها الأحبة، لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون أصدقاء للأب والأم في حالة الكبر؟ يعني ما الذي يهدف إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه يريد أن يضمن السعادة لك أيها الإنسان عندما تكبر. أنت الآن شاب، ولكن عندما تكبر ستصبح أبا، وسيتقدم بك العمر، وستصبح بحاجة ماسة للصاحب أو الصديق، وأفضل صاحب لك هو أبنائك، لأنهم المفترض أن يكونوا أكثر وفاء لك. لذلك أمر الله أبنائك فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. أيها الإنسان، يجب أن تصحب أبويك في الدنيا معروفا، أن تقول لهم الكلام الطيب، أن تعمل لهما أعمال البر، أن تخدم هذين الأبوين الكريمين، أن تكرم هذين الأبوين، وهذا سيكون سببا في طول العمر أيضا لهما، هو أحد أسباب طول العمر. طبعا الأعمار مقدرة ولكن لها أسباب كما تعلمون. نحن
قدرنا بينكم الموت. إذن الله قدر الموت أي جعل له أسبابا. فمن أسباب طول العمر الصحبة الصالحة، وبخاصة عندما يتقدم بك العمر. طبعا هنا أيها الأحبة، الطبيب النفسي جوليان هولت لونستاد ماذا يقول؟ يقول: أعتقد أنني وجدت دليلا قاطعا على أن العلاقات الاجتماعية ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد إلى حد بعيد، لأنها تخفض معدلات الوفاة المبكرة وتطيل العمر. يعني طبعا العزلة أيها الأحبة هو داء خطير يهدد الإنسان، يصيبه بالأمراض، يدمر النظام المناعي. العزلة تدمر النظام المناعي. لذلك نحن في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا رهبانية في الإسلام. ممنوع في الإسلام أن تنعزل، ممنوع أن تعرض عن الزواج. يجب أن يكون لديك أسرة، يكون لديك أولاد، وتكرم جارك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الخطاب دائما، لا يوجد في القرآن يا أيها المؤمن، يا أيها الذي آمن، لا يوجد يا أيها الذين آمنوا، خطاب بصيغة الجمع، الجماعة، ويد الله مع الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الجماعة. لماذا؟ من الذي أخبره بأهمية هذه الأشياء؟ من الذي أخبره بأهمية أن تصحب الوالدين، أن تكون صديقا لأبويك في حالة الكبر؟ من أخبره بأهمية ذلك؟ من أخبره بأهمية أن يكون الناس في مجموعات وعلاقات طيبة؟ الله عز وجل. لذلك هذا يعني هذه الدراسات إثبات على صدق هذا النبي الكريم، هي إثبات مادي ملموس على أن هذا النبي صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة، يعني عندما نقرأ آية مثلا تقول: وتعاونوا على البر والتقوى، بصيغة الجمع، تعاونوا، أمر، تأمرك بأعمال البر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آية ثانية تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جميعا. إذن أحبتي في الله، والله إن مثل هذه الدراسات لهي دليل مادي ملموس على صدق رسالة الإسلام وصدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهي وسيلة لنا لنزداد إيمانا أيضا بهذا الكتاب العظيم، ونشعر بحلاوة الإيمان. يعني عندما ندرك أن الله لا يأمرنا إلا بأمر فيه خير وسعادة وفيه طمأنينة لنا، نحب هذه التعاليم، ننفذ هذه التعاليم، ونحن نحب ما نقوم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.